الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos a Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. O Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات, لقد خلق الله الإنسان, لكن هذا الإنسان يتكون من جسم وروح. فبماذا يعرف الإنسان بإنسانيته؟ هل يعرف بجسمه أم بروحه؟ فالقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر حتى يعلم الإنسان أنه ينبغي له ويجب عليه أن يعتني بروحه أكثر من اعتنائه بجسده أو أكثر من اعتنائه بجسمه. فنحن نرى اليوم كثيرا من الناس يعتنون بأجسامهم, وهذا جيد لا بأس في ذلك, لكن أين العناية بالروح أيها الإخوة, الذي هو المطلوب, الذي أراده الله سبحانه وتعالى, الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. نرى من الناس من يمارسون الرياضة, هذا جيد لا بأس فيه, من عندهم مثلا حمية أو عندهم نظام غذائي, هذا كذلك جيد ولا بأس فيه, من عندهم كذلك في كل أسبوع مراقبة لبعض أعضاء الجسم عند الطبيب, هذا كذلك جيد ولا بأس فيه. لكن أين الاعتناء والعناية بالروح؟ أين مراقبة الروح بالقرآن الكريم وبذكر الله عز وجل وكذلك بالعارفين بالله سبحانه وتعالى الذين يرشدون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فالجسم أيها الإخوة هو عبارة كما نرى, كما قال سبحانه
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. هذا هو الجسم وانتهى خلاص. لكن الروح، الروح شيء آخر. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة حينما أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة بهذا الخلق الجديد وقال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا مباشرة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أولا، هل ستجعل في هذه الأرض خليفة كما الخلفاء السابقين يفسدون في الأرض ويقتلون بعضهم بعضا؟ فقال وقالوا كذلك: ونحن نسبح بحمدك، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال سبحانه: قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم بعد ذلك جاء أمر آخر، ألا وهو الروح. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وفي آية أخرى كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بماذا استحق لكن هذا السجود لله سبحانه وتعالى؟ لكن لماذا أمر، أو بماذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم للإنسان؟ هل قبل النفخ، قبل نفخ الروح أم بعد نفخ الروح؟ بل بعد نفخ الروح. إذن هذا هو المكون الأساسي والمهم في الإنسان، ألا وهو الروح، ألا وهو الروح. فالإنسان أيها الإخوة إنسان بروحه، لا بجسمه، لا بعضلاته، لا بطوله، لا بشعره، لا بعينيه، لا بأسنانه، لا بلحيته، لا بلباسه، لا بسيارته ولا منزله ولا شغله وعمله وماله. الإنسان روح، لذلك يختلف عن باقي المخلوقات. بماذا؟ هل بالجسم؟ هل بالمظهر؟ لا أبدا، بل بالجوهر، بل بالروح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن في الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا في هذا القلب من إيمان، من خوف من الله سبحانه وتعالى، من إخلاص، من تواضع لله سبحانه وتعالى، من فقر وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى؟ لأن القلب محل كل ذلك. وكذلك الأعمال، هل من أعمال صالحة، من أعمال خير وبر وغير ذلك؟ بهذا يعرف الإنسان، لا بجسمه ولا بصورته ولا بحجمه وطوله كما ذكرنا. فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لهذا الإنسان، سخر كل شيء لهذا الإنسان في خدمة ولخدمة الإنسان. لكن وجب على هذا الإنسان
أن يكون في خدمة خالق هذه المخلوقات التي وضع الله سبحانه وتعالى في خدمة الإنسان. قال سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم أيها البشر، وسخر لكم. الله سبحانه وتعالى يعيد ويكرر ويؤكد على أنها أن كل هذا لكم أيها البشر، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم أنتم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. انظروا أيها الإخوة، كم سخر لنا الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدوني أنا الله سبحانه وتعالى، ليعبدوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سخر كل ما في هذا الكون للإنسان، لكن الإنسان ينبغي له أن يكون في خدمة الخالق سبحانه وتعالى. Hermanos y hermanas, como todos sabemos que el ser humano es cuerpo y alma, el ser humano es cuerpo y alma. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es más importante que el otro? ¿Es el cuerpo o es el alma? ¿Es el cuerpo o es el alma? Pues el Corán, que es palabra de Dios, que donde tenemos o en el que tenemos la guía, las enseñanzas, ¿no? La verdad, Dios nos dice que el cuerpo humano es de arcilla y de barro, y punto. Ya, ahí se terminó. Pero el alma es algo más, ¿no? Tiene más importancia. Tiene más importancia. De hecho, Dios nos dice en el Corán, en Surat al-Baqarah, el segundo capítulo del Corán, cuando Dios informó a los ángeles que va a crear a un representante de la tierra. Entonces ellos dijeron: ¿por qué vas a crear en ella? ¿A quien la corrompa y derrame sangre? ¿Por qué? Porque tienen ya, digamos, un historial de una creación anterior que corrompía, digamos, la tierra y derramaba sangre. Entonces ellos también pensaron que va a ser una creación igual, que va a ser lo mismo. Pero Dios les dijo que yo sé lo que ustedes no saben. Yo sé lo que ustedes no saben. Entonces Dios aquí, se refiere al ser humano, no por su cuerpo, sino es por su alma, como vamos a ver. Porque si el ser humano utiliza su alma en el bien, será la mejor criatura en toda esa creación. En toda esa creación. Y eso es lo que le hace diferente de todos, de todas las creaciones o de todas las criaturas. Pues, luego, después, o en otra aldea, Dios dice: cuando tu Señor dijo a los ángeles que voy a crear a un ser humano de arcilla, de barro maleable, cuando lo haya completado e insuflado en él el espíritu que he creado para él, hagan una reverencia en honor a mí ante él. Miren, el ser humano, o sea, no tenía un valor cuando era solo un cuerpo. Cuando solo era un cuerpo. Pero cuando también tenía alma, ahí sí Dios ordenó a los ángeles hacer, digamos, una reverencia, postración ante el ser humano.
Entonces, el ser humano lo es por su alma, mas no por su cuerpo. Sí, el Islam nos enseña cuidar, sí, el cuerpo, pero lo más importante que el ser humano tiene que cuidar es su alma. Es su alma. Lamentablemente, hay personas que cuidan muchísimo, o hasta en exceso, sus cuerpos, haciendo ejercicios. Eso está bien, no está mal. Pero lo que pasa es que no cuidan el alma, que es lo más importante. Y que también Dios nos ordenó cuidar y purificar. Cuidar y purificar. Porque el objetivo es la esencia, mas no la apariencia. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en un hadith narrado por Abu Huraira, que Dios está complacido con él, dijo que Dios no mira, no mira sus cuerpos, o no mira sus figuras, o sus apariencias, ni sus bienes, cuánto tienen, sino lo que mira son los corazones. Mira sus corazones y sus obras. Sus corazones, ¿qué tienen ahí? ¿Tienen fe? ¿Tienen temor de Dios? O sea, ¿tienen digamos, una sinceridad ahí a Dios? ¿Temen a Dios? Eso es lo que Dios mira. Y también en las obras, en cuanto a las obras, ¿son buenas obras? Eso es lo que Dios mira. Entonces, no está mal cuidar el cuerpo, hacer ejercicios, bajar de peso, comer sano, tener hacer control todas las semanas, todos los meses, pero está mal no cuidar el alma. Muy mal. Se está corriendo riesgo la persona que hace esto. Y esto es una orden de Dios. Eso es una orden de Dios. Dios jura por muchos siglos de su creación. ¿Cómo vamos a ver? Haciéndonos entender o haciéndonos entender que, o sea, que es un asunto muy, muy importante. Y Dios dice en el Corán: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. انظروا بكم من المخلوقات أقسم الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وغير ذلك. هذا أمر عظيم. إذن ينبغي على المسلم أن يأخذ هذا الأمر بجدية، أن يزكي نفسه. Entonces Dios dice en el Corán, jurando por muchos signos, muchas señales, creaciones que son, o sea, que dan vida a ese mundo gracias a Dios. Y dice: por favor, dejar el celular. Juro por el sol. Juro por el sol cuando resplandece. Por la luna cuando lo refleja. Por el día cuando fulgura. Por la noche cuando cubre con su oscuridad. Por el cosmos y la creación maravillosa que hay en él. Por la tierra y su vasta extensión. Por el alma y su armonía, Dios le enseñó al ser humano a distinguir entre el pecado y la conciencia de Dios. Será bienaventurado. Juro por, será que el ser humano, o que será bienaventurado quien purifique su alma, apartándola de los pecados. Pero será un desventurado quien la abandone a sus pasiones. Debemos entender que Dios nos ha creado, o sea, o creó en nosotros tanto el hecho de responder al bien como responder al mal, tanto de seguir el,
el buen camino como seguir el mal camino. Pero Dios nos da enseñanzas y nos dice que eso está mal, que eso lleva al mal camino, pero eso sí lleva al buen camino. Entonces nos orienta y tú, ser humano, tienes la opción, pero después vas a pagar. Después vas a ver tu resultado. Si es un buen resultado o si es un mal resultado. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. Digo esas palabras y pido perdón por todos vosotros, pidan perdón a Allah, Allah es clemente misericordiosa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Idan, ¿qué fue los aquí hadi en nas? قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس تزكى بذكر الله عز وجل. تزكى بما يربطها بخالقها. كل شيء يربط هذه النفس بخالقها فهو الذي يزكيها بإذن ربها. ومن ذلك أيها الإخوة، أولا ينبغي على المسلم إن أراد تزكية نفسه أن يستسلم لأوامر الله، أن يستسلم حتى وإن رأى في استسلامه لأوامر الله أن دنياه ستضيع، ستضيع، لكن هذا ليس بخسران. نعم خسران، لكن الخسران المبين والخسران الأكبر هو خسران الآخرة، هو خسران الآخرة. مثلا هذا مثال فقط، إن كان على مسلم أن يترك مثلا عملا حراما ويرى في تركه لذلك العمل أنه سيضيع وسيصير فقيرا وغير ذلك، لكن هذا العمل حرام ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، إن ترك هذا العمل فالله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك، إما في الدنيا والآخرة أو فيهما معا. لكن ينبغي له ذلك، ينبغي له ذلك. لكن إن خسر هذا العمل فلا يقارن هذا الخسران إن خسر الآخرة، لا يقارن أبدا. هو نفسه سيقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن، هو نفسه هذا الإنسان، هذا الشخص سيقول ليتني، ليتني، ليتني فعلت كذا وكذا، ليتني تركت ذلك العمل، ليتني تركت ذلك. لكن الوقت فات. لذلك قلنا أيها الإخوة، الاستسلام، الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يجد الإنسان المسلم، ما معنى المسلم؟ الذي يستسلم لأوامر الله يجد حلاوة. لماذا؟ لأنه استسلم لخالق هذا الكون، لربه، والله سبحانه وتعالى يعوضه بذلك خيرا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله يعني الصلوات وقراءة القرآن وغير ذلك من الأدعية، وذكر الله سبحانه وتعالى بالأذكار المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يربط هذه الروح بخالقها فهو يزكيها، هذه قاعدة. كل ما يربط هذه الروح بخالقها فهو نافع لها ومزكيها بإذن ربها. Hermanos, entonces, ¿cómo haríamos para purificar nuestro alma? Que es el tema del cual estamos hablando. Como Dios nos dice. Dios cuando nos ordena algo en el Islam, nos da también la regla de cómo hacerlo. Nos enseña la manera y la forma de cómo hacerlo. No solo nos ordena y nos deja ya que cada uno se imagine cómo sería, no. Entonces, en primer lugar, debemos someternos completamente a Dios. Someternos, aunque nos cueste. Aunque nos cueste la vida mundana. Sí, porque si perdemos aquí, no se compara con la perdición de la otra vida. No se compara, como Dios dice en el Corán, que la verdadera perdición, o que la verdadera pérdida, mejor dicho, que la verdadera pérdida no es de aquí,
No es cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes un dinero, no, sino es cuando pierdes la otra vida. Y que no hay retorno para poder solucionar eso, no hay. Entonces, hermanos, someternos completamente a la voluntad de Dios. Aunque nos cueste en algún asunto, en algún, no sé. Y después, hermanos, el recuerdo de Dios. Todo lo que vincula y relaciona el alma con su Creador, eso purifica el alma. El recuerdo de Dios quiere decir las oraciones, tanto las obligatorias como las voluntarias, la lectura del Corán, las súplicas, las plegarias, recordar a Dios como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante el día, durante la noche, en cualquier momento, siempre, siempre que el alma debe estar vinculada con su Creador a través del recuerdo de Dios. Así, el alma se va purificando, y así se gana este ser humano, ¿ya? Gana el éxito tanto en esta vida como en la otra. Y es un ser humano en este momento y tiene valor por el alma, por la purificación de su alma, por la buena que es su alma. Y también es un mal ser humano si también tiene una alma, digamos, mala y que solo sigue sigue el mal camino. Entonces, en conclusión, que el ser humano tiene valor, tiene precio por su alma, por lo que es su alma, por la buena que es su alma. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos purifique nuestras almas, y de hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedía a Dios: "Allahumma ati nafsi taqwaha wa Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha". El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pedía a Dios: "Dios mío, por favor, purifica mi alma, purifica mi alma". Es importante la súplica después del sometimiento, la sumisión a Dios, el recuerdo de Dios, también la súplica, ¿no? Queremos purificar nuestro alma, oh Allah, por favor, ayúdame, purifica mi alma. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha mawlaha, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa bi sifatika al-ula, Allahumma inna nas'aluka bi ismika al-a'zam, alladhi idha du'ita bi ajabt, wa idha su'ilta bi a'tayt, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، يا الله te pedimos con tus buenos nombres y atributos que purifiques nuestras almas. Oh Allah, purifica nuestras almas. Oh Allah, purifica nuestras almas. Oh Allah, tú eres el perdonador. Amas el perdón, perdona nuestros pecados. Oh Allah, tú eres el perdonador. Amas el perdón, perdona nuestros pecados. Oh Allah, perdona nuestros pecados. Purifica nuestros corazones. Oh Allah, ayúdanos a recordarte, agradecerte y adorarte de la mejor manera. Allahumma farij hamma al-mahmumin. ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم احفظنا من هذا الوباء اللهم ارفعه عنا اللهم ارفعه عنا اللهم ارفعه عنا اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم ارحم امواتنا واموات جميع المسلمين اللهم ارحم امواتنا واموات جميع المسلمين اللهم ارحم امواتنا واموات جميع المسلمين oh Allah, protégenos de la pandemia y de todo el mal y Allah, de todas las enfermedades y de todas las epidemias. Oh Allah, te pedimos que cures y sanes a todos los enfermos y contagiados. Oh Allah, ten misericordia con los fallecidos. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سموا اعتذروا وتراصوا يرحمكم الله فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.